حذرت إدارة الأرصاد الجوية في وزارة المواصلات والاتصالات من هبوب رياح قوية السرعة تتعرض لها المملكة. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة حنين الدوادي، رئيسة التوقعات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. مرحبا بك أستاذة حنين في نشرة أخبار الثالثة. إذا ما سبب هذه الحالة الجوية وإلى متى ستستمر الرياح القوية؟ يا هلا ومرحبا، بداية مسي بالخير على المشاهدين الكرام. طبعا يرجع سبب هذه الحالة الجوية إلى تأثر منطقة شبه الجزيرة العربية والخليج العربي خلال هذه الفترة برياح موسمية تعرف محليا برياح البارح، وهي تكون رياح شمالية غربية جافة تستمر حوالي تقريبا 40 يوم، قد تختلف مدة تأثيرها من عام إلى آخر على المنطقة، وتكون على هيئة موجات زمنية، يعني تنشط خلال فترات معينة ممكن توصل إلى عدة أيام وثم تنحسر بصورة مؤقتة. من خصائص هذه الرياح رياح البارح أنها تنشط خلال فترة النهار، تصل ممكن إلى قوية السرعة وتساهم في إثارة الغبار والأتربة على المنطقة بشكل عام، وتقل سرعتها خلال فترة المساء. ابتدت رياح البارح بالتأثير على مملكة البحرين فجر هذا اليوم مع رياح كانت قوية السرعة، كما تم تسجيل هبات وصلت سرعتها إلى 35 عقدة في بعض محطات الرصد التابعة لإدارة الأرصاد الجوية. طبعا ساهمت هذه الرياح في تصاعد الأتربة على المناطق المفتوحة وارتفاع أمواج البحر. من المتوقع أن تستمر معانا الرياح الشمالية الغربية القوية حتى مطلع الأسبوع القادم، وتكون الأجواء حارة خلال النهار مع وصول درجة الحرارة طبعا إلى بداية الأربعينيات، إلا أنها من المتوقع أنها تتحسن خلال الفترة المسائية بإذن الله تعالى. نعم، هل من تحذيرات أستاذة حنين يعني تودون توجيهها فيما يتعلق بهذه الحالة الجوية؟ اي نعم، طبعا ترجو إدارة الأرصاد الجوية من الجمهور الكريم توخي الحذر، خصوصا خلال فترة نشاط الرياح وزيادة سرعتها، ونخص بهذه التحذير مرتادي البحر والمسافرين على الطرقات البرية. نتمنى منهم اتخاذ كافة إجراءات السلامة، خصوصا مع احتمالية عدم ملائمة هذه الأجواء لممارسة مثلا بعض الأنشطة البحرية وكذلك الخارجية. وأيضا نتمنى متابعة آخر تحديثات النشرات والتحذيرات لحالة الطقس عبر القنوات الرسمية للإدارة. نعم، الأستاذة حنين الدوادي رئيسة التوقعات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.